رانا فرحانين بزاف ان دخلين البلاد، توحشناها بزاف. أجواء من الفرحة شهدها مطار محمد بوذياف بعودة الرعايا العالقين خارج أرض الوطن، فبعد توقف دام أكثر من سنة ونصف استؤنفت حركة النقل الجوي بالمطار. أولى الرحلات كانت بين الجزائر وتونس. نستقبل اليوم أول رحلة من المواطنين الذين كانوا عالقين بتونس والقادمين من مختلف البلدان. الرحلة هذه استقبلنا 262 فرد من المواطنين الجزائريين، كل ظروف مهيئة لاستقبالهم. قمنا يعني الملف كامل عقمناهم، الغرف، المطعم، رانا جاهزين. مطار أحمد بن بلة بوهران هو الآخر شهد حركية باستئناف الرحلات الخارجية بعودة 300 مسافر قادمين من مرسيليا وفق بروتوكول صحي صارم. من بين هذه الإجراءات ويجب إعطاء كشف التحاليل النتائج السلبية للمراقبة الصحية للحدود عند الدخول لجميع المسافرين، وضع الكمامة إجباري داخل المحطة، تقليص عدد الركاب في الحافلات، تقليص عدد المقاعد داخل المحطة. الرحلة لا بأس الحمد لله، لا بروتوكول بيان، كلش بيان الحمد لله. سي با لو سول باي كي ا بري سي بريكوسيون، يونا بوكو يا دوتر باي كي اون اوسي في هاد لو كونفينمون تاع 5 جور. الفتح التدريجي للرحلات الجوية إجراء استحسنه المواطنون في انتظار تسطير برنامج جديد للرحلات يتماشى مع تطور الوضعية الوبائية.